والتوبة بالنسبة للتوبة الحقيقية هي الندم على ما فات، ندم الإنسان هذا ندما حق التوبة. حقيقيا، نعم ندما حقيقيا، ليس الندم الظاهري، وليس الندم الذي يكون آنيا مؤقتا إذا سمع موعظة أو رأى موتا، لا يكفي ذلك. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. لكن إذا حررنا أن التوبة هي الندم، معناه إذا وقع الندم في القلب فقد وقعت التوبة. الندم المستمر الذي يقتضي كما ذكرنا ليس تأثر حالي وآني، بل الندم المستمر نعم هو التوبة، وسيقتضي إقلاعا وسيقتضي هذه عزما، شروطها، لكن هل هذا العزم شروط جزء التوبة من كنه التوبة أو هو من آثارها؟ هو من شروطها، وهذه الشروط هي الشرط الأول الإقلاع طيب عن المعصية. فمرتكب الذنب إذا كان يتوب منه بعد توبة اللسان وهي التوبة الكاذبة ليست توبة النصوح. و يصح الحديث المستغفر من الذنب وهو مقيم كالمستهزئ بربه ما أظن وعد ابن أبي الدنيا لكن ما حررته ما اسمعنا. أظن أنه يصح، طيب لكن المهم فيه أدلة كثيرة تدل على هذا. الأمر الثاني أن الشرط الثاني أقصد من شروط التوبة العزم أن لا يعود إلى ذلك الذنب فيما بقي من عمره، فإذا كان يتوب منه ولكنه ينوي الرجوع إليه فهذه التوبة غير صحيحة لاختلال شرطها. والشرط الثالث الدراك ما أمكن، إذا كان قد خرج منه قد خرج من الذنب لكنه يتداركه كأن يؤدي إلى ذوي الحقوق حقوقهم أو يستحلهم منها. إذن الندم والعزم والإقلاع والإقلاع والعزم وأداء الحقوق. إيه نعم.